يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من يطالب ويردد المطالبة بدليل على إغلاق المحلات وقت الصلوات المفروضة، ويقول إن الدليل خاص بيوم الجمعة فقط، فما هو الرد على مثل هذا؟ هذا ما يستحق من يرد عليه، هذا تافه ولا يستحق من يرد عليه، لكن هو ما قرأ قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا تأمل الأذان الذي فيه حي على الصلاة حي على الفلاح. وش معنى حي؟ يعني تعالوا أقبلوا، واللي يبقى ولا يجي هذا عاص للأذان وخالف للأذان، لكن هذا في الحقيقة ما يستحق من يرد عليه لأنه تافه وكلامه فاسد ولا هو طالب علم ولا